ميسي الفل للنيس الكل. قال مدرب مدغشقر بعد المباراة: لم أفهم ماذا حدث في الشوط الثاني، المباراة كانت متوازنة في الشوط الأول، لم أفهم ما هو سر قوة منتخب تونس، ونتيجة 3-0 ثقيلة جدا على المنتخب الملغاشي. وأنا أرد على هذا المدرب الملغاشي وأقول له: مثلك مثل المدرب الغاني، لم تفهموا شيء مع المنتخب. للتذكير فأنا نسور قرطاج ستواجه في النصف النهائي أسود التيرينجا السنغالية. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. ما تنسيش جيم على الفيديو، أبوني عشان يوتيوب بتاعنا.